على بعض المدارس الآيلة للسقوط أو الفصول المكدسة بالبشر وبالتلاميذ، اللي في النهاية بيقلل من نسبة الاستيعاب. المدرسة اللي هتشوفوها دي في الشرقية وهي آيلة للسقوط تماما. مدرسة عزبة شرارة الابتدائية بمحافظة الشرقية من تهالك تام لمبنى المدرسة الذي لم يطرأ عليه جديد منذ 30 عاما، فأصبحت المدرسة تعاني من إهمال تام وتدني واضح لكافة مرافقها التي تشكل خطرا واضحا على التلميذات. أنا النهاردة في صدد مشكلة مدرسة، مدرسة تعليم أساسي، أي مدرسة، أغرب مدرسة هنا للبلد حوالي 7 كيلو، عشان ننجل الأولاد دول بيتعذبوا. طبعا المراحل هنا، الأماكن اللي حضرتك شايفها، جيت في المطر وشفت الطينة عاملة إزاي. مدرسة شرارة دي تعتبر نكبة من نكبات التعليم، إحنا في قرية منكوبة بسبب مدرسة شرارة الابتدائي. أولا القرية بحدها مصرف من الحد الغربي موجود فيه عبارة عن تعابين، قدمنا الطلب حتى عشان نغطيه في الوحدة المحلية، قال لك وقفنا الايه التغطاية. المدرسة عبارة عن زي ما حضرتك شفت وصورت طوب ابيض وقش رز مسقوفة، ده بعد ما كان الطين. مشكلتنا ان المدرسة بتاعت عزبة شرارة مقامة منذ 30 عام، وحتى الان وضعها لم يتغير بالرغم من تعاقب عدة محافظين وعدة وزراء وعدة أعضاء مجلس نواب، والوضع زي ما هو مفيش تغيير. يعني احنا مدرسة هنا في فترتين عايزين يبعت لنا مدرسين، برضو مفيش مدرسين في المدرسة. في قرارات بتقول ان الأبنية التعليمية ان المفروض يتبني المدرسة دي زي اي مدرسة 5 أدوار، مفيش. لان انت شايفة ده عدى عليها في كده مزرعة فراخ، لقينا تعابين صغيرة واحنا بنطلع ألعاب، كان في خشب كتير هناك وكنا بنطلع هناك كنا بنلاقي تعابين تحت رجلينا. بشوف تعابين وحشرات وحاجات وحشة. أنا عاوز مدرستنا حلوة زي مدرسة أي حد. تعددت شكاوى التلاميذ وأولياء الأمور ومناشداتهم المستمرة للمسؤولين خوفا على أبنائهم، مطالبين الأجهزة المعنية باتخاذ القرارات اللازمة ببناء مدرسة قبيل سقوطها على رؤوس الأطفال الأبرياء.